بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هشرح شابتر سي بارت 2، هشرح الباينري تري لوحدها والبي بلس لوحدها. البي تري هنا بنعمل فيها حاجة اسمها البوش أب. إيه البوش أب دي؟ البوش أب دي بنعملها لما يكون في أوفر فلو. طيب نحل المسألة عشان نشوف اللي أنا بقوله ده. مبدئيا كده دي شكل المسألة ماشي، وده الحل اللي تحت، بس هو مختصر يعني خطوات فيها، فهي دي المشكلة. طيب هو عندنا عايز ينسرت 8 و23، واحدة واحدة هنسرت 8 الأول. طيب هنسرت 8 فين؟ هنلاقي هنا 2 3 5 7 وهكذا ماشي، زي ما قلنا من الصغير للكبير. فهنحط 8، 8 هيبقى مكانها هنا جنب 7. طيب مش دي 4 مين؟ ينفع يبقوا 5؟ لا، يبقى كده هيحصل اوفر فلو اللي احنا عارفينه. طب لما بيحصل هنا اوفر فلو بقى في البي تري، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجة هنا عندها اسمها البوش اب. ترفع، هترفع اللي في النص، 2 3 5 7، والمفروض بقى الانسيرت اللي احنا عملناه هنا 8. لا، يبقى الفايف دي تتشال عشان يبقى 4 من بس. طب الاربعة الفايف دي لما تتشال هتتحط فين؟ هتتحط هنا على الجنب الشمال هنا. طب ليه هتتحط على الجنب الشمال؟ ليه مش على الجنب اليمين؟ عشان احنا زي ما قلنا ماشيين من الصغر لكبير، 5 13 17 25 30. طيب لما تتحط هنا 5، هنلاقي برضو ان دي كانت 4 نور فبقت 5، يبقى ال 17 اللي في النص دي هتتشال او يحصل لها بوش اب. يعني ايه بوش اب بقى؟ احنا البوش اب دوت لما بيحصل ونرفع الرقم بيحصل حاجة اسمها سبليت. بيتقسم عندك الفور نود او النود دي اللي فيها 4 خانات بتتقسم لاتنين، مش احنا شلنا اللي في النص خلاص، يبقى تتقسم تحت لاتنين، يعني هنا 2 وهنا 2، او انا اسف هنا 4 نود 4 خانات وهنا 4 خانات، بس انا اقصد 2 نود، يعني تتقسم هنا نود وهنا نود. فنشوف الحل لما عملنا انسيرت للتمانية. احنا قلنا هنا اول حاجة ان الخمسة يحصل لها بوش اب صح في الاول خالص، فلما يحصل لها بوش اب، سيبك من الشكل ال 13 اللي جنبها دلوقتي، احنا عايزين نمشيها واحدة واحدة. فلما يحصل لها بوش اب هيبقى 5، والخمسة يعني تبقى ماسكة ايه؟ هتبقى ماسكة الاتنين اللي سابتهم، اللي هو يعني مش هنا حطينا في الاول 8 وقلنا هيحصل حاجة اسمها سبليت، يبقى هنا 7 8 وفي خانتين فاضيين، وهنا 2 و3 وفي خانتين فاضيين. يبقى الخمسة اللي اتعمل لها بوش اب دي هتمسك الاتنين اللي اتعمل بينهم سبليت بسبب الخمسة دي، لانها حصل لها بوش اب. فالخمسة هتمسك على شمالها 2 3، عشان 2 3 دي بالترتيب كده اصغر من الخمسة، وعلى يمينها 7 و8. طيب ال 13 دي جت منين؟ لما قلنا فوق ان احنا هنا حطينا الخمسة، فال 17 حصل لها بوش اب. طب لما ال 17 حصل لها بوش اب وطلعت فوق، برضو الاتنين دول هيتقسموا لاتنين نود، فكل واحدة في الاتنين نود دي هتبقى 4 خانات حتى لو الخانات مش مملية، تمام؟ فهيحصل هنا ان 17 لما طلعت وحصل لها بوش اب هتبقى هنا واحدة في نود بس جنبها 3 خانات فاضيين، لان احنا قلنا لازما ال 4 خانات في النود دي تكون موجودة. بعدين ال 17 هتمسك اللي حصل بينهم بسببها اسبليت، تمام؟ فهتمسك على شمالها الخمسة وال13. ليه الخمسة؟ لان احنا هنا خلاص عملنا بقى الخمسة، هنا احنا قلنا الخمسة وال13 وهنا الاتنين الخانات فاضية، وعلى يمينها ال25 وال30، تمام؟ وجنبهم خانتين فاضيين. طيب ال 13 بقى، يعني 13 كده كده كانت ماسكة ال 14 وال 15 دي، وهنا كاتب 16 دي غلطة، تمام؟ فهتمسك هنا ال 14 وال 15. بعدين هنروح هنا على اليمين بتاع ال 17، ال 25 ما عملناش فيها أي حاجة. شفت مش ال 25 هي أصلا عندها تو وينتر، عندها واحد على شمالها واحد على يمينها، ما تتلخبطش، هما نزلت زي ما هي، مفيش اي حاجه حصل. خدت البوينتر اللي على شمالها والبوينتر اللي عليها واللي على يمينها. ايه اللي حصل بقى هنا؟ احنا لما عملنا انسرت ال 23 دخل في المكان الفاضي ده، ما حصلش اي اوفر فلو، ما هما كده كده 4 والانسرت 23 جت كملت اخر خانه، فما حصلش اي اوفر فلو. وتكمل المساله عادي بقى، ال 30 هتنزل بال4 خانات بتاعتها عادي، مفيش اي تغيير. بس هو ده شرح البي 3، وأتمنى ما كنتش طولت عليكم، وشكرا.